السلام عليكم حبايبي واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد على قناه عالم منوعات. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا حاليا في مرسى مطروح. مرسى مطروح جوها جميل جدا وكتير هادي وجميل. طبعا ديت بعض الشواطئ المصيفيه اللي بتطل على البحر على طول مباشره زي ما احنا شايفين كده. ده البوتاجاز وده المطبخ، يعني عامه المطبخ شيك جدا وشكله جميل جدا جدا، معمول بطريقه كويسه. يعني تعالوا بقى نشوف بقية الشقة. دوت هوت الريسبشن وأوضة الصالون، دوت هوت الريسبشن ودوت الأنتري. زي ما احنا شايفين كده الريسبشن كبير جدا، وكمان الأنتري حلو كده وكبير. وزي ما انتم شايفين ديت أوضة اهيت، ديت طبعا أوضة اهيت يا حبايبي. شكلها بصراحة المنظر جميل جدا جدا، وكمان فيها بلكونة بتطل على البحر مباشرة. معلش معذرة طبعا على الصوت، بعتذر لكم كتير. زي ما انتم شايفين اهوت ديت بلكونة في الأوضة. الأوضة طبعا فيها سريرين زي ما انتم شايفين كده. تعالوا بقى نطلع برا نشوف ايه تاني اللي موجود عندنا. دوت طبعا التواليت اهوت زي ما انتم شايفين، برضو نظام جميل جدا اهوت زي ما انتم شايفين كده. تعالوا بقى نشوف الاوضه الثانيه. دي طبعا الاوضه الثانيه اهيت، فيها برضو سريرين وبرضو فيها بلكونه بتطل على البحر مباشره، وفيها برضو دولاب اهوت اهو زي ما انتم شايفين كده. وكمان البلكونه دي برضو بتطل على البحر على طول وعلى الطريق السريع اهوت. بصراحة شقة رائعة جدا، وانصح طبعا ان انتوا اي حد مثلا اي عائلة او كده جاية تصيف تاخد طبعا شقة على البحر مباشرة. وزي ما انتوا شايفين دي اوضة كمان تالتة اهيت، دي الاوضة التالتة. وبرضو نفس النظام بتطل على البحر على طول مباشرة، دي بقى في وش البحر على طول. تعالوا بقى نطلع كده شوية قدام كمان ونشوف هنشوف ايه تاني. دي طبعا هي السفرة زي ما احنا شايفين كده، وده الانتري اللي انا ورتلكوا اول ما دخلنا الشقة، وديت البلكونة هناك هي. تعالوا بقى نشوف البلكونة كده، هنلاقي انها بتطل على البحر على طول مباشرة. طبعا دي شقة مصيفية حبايبي، بتطل على البحر على طول في مرسى مطروح. وفي برضو وفي برضو قعدات اهي في البلكونة. طبعا القعدة هنا بالليل وجو جميل جدا جدا، ومنظر اكتر من رائع زي ما انتم شايفين كده. طبعا الشقة بتطل على البحر مباشرة اهوت بالشكل ده، وطريق سريع رايح جاي بالشكل ده. وده الجو هنا في مرسى مطروح اكتر من ممتاز واكتر من رائع. اتمنى طبعا ان انتم تيجوا تشوفوا مرسى مطروح وتصيفوا فيها بجوها الهادي، والبحر جميل جدا جدا. وطبعا ده شاطئ برضو، ده شاطئ اسمه الممر، شاطئ جميل جدا وفوق الممتاز. ياريت اللي ما راحش مرسى مطروح يصيف فيها يروح يصيف فيها، عشان مرسى مطروح من البلاد المصيفية الجميلة جدا جدا. بصراحة بلد رائعة جدا زي ما انتم شايفين كده اهوت. دي طبعا من احسن الشواطئ اللي برضو موجودة في مرسى مطروح اللي بتطل على البحر مباشرة، وجوها جميل جدا بصراحة، جوها ممتاز. طبعا انا بفرجكم كل يوم على حاجة مختلفة، لاني طبعا بشوف كده في مرسى مطروح، يعني بشوف كده باخد جولة كده، يعني بشوف برضو الاماكن انهي احسن اماكن اللي اقدر اصورها لكم، وبنزلها على طول فيديو على القناة عشان تشوفوها وتشوفوا الوضع هنا في مرسى مطروح عامل ازاي. وضع جميل جدا جدا وفوق الممتاز. وكمان الشقق المصيفية هنا حلوة، يعني ممكن يعني تطلعي انت واسرتك مثلا او انت عائلتي والعائلة، يعني مش ممكن مش هتكلفك كتير يعني. دي كده كانت الشقة الأولانية. تعالوا بقى نشوف شقة تانية برضو. دي بقى طبعا
بلكونة كبيرة جدا اهو زي ما انتوا شايفين، هيات مساحة كبيرة جدا يعني بسم الله ما شاء الله مساحتها كبيرة، وكمان برضو بتطل على البحر مباشرة. دي برضو شقة من الشقق المصيفية الاكتر من رائعة اللي برضو ممكن تصيفي فيها انتي واسرتك، تبقى جميلة جدا وجواها هادي وجميل اهو زي ما انتوا شايفين. ده طبعا المطبخ امريكاني. تعالوا ندخل بقى جوه على الريسبشن، هنلاقي الريسبشن ممتاز جدا، وطبعا ده التواليت اهو زي ما احنا شايفين، ودي طبعا اوضة نوم معايا برضو، وبرضو فيها بلكونة برضو بتطل على البحر، ودي اوضة تانية برضو اهيت زي ما احنا شايفين كده، اهيت فيها سرير واحد وبرضو فيها بلكونة بتطل على البحر، فيها شباك قصدي معذرة، ودولاب اهوت وتكييف كمان اهو زي ما احنا شايفين كده. ده طبعا شاطئ من احدى شواطئ مرسى مطروح الاكثر من رائعة الممتازة، زي ما احنا شايفين كده الناس على الشاطئ كتير جدا والجو جميل جدا. انا طبعا كنت طلعت بقى بعد ما خلصت تصوير للشقق ديت اللي انا صورتها لكم ديت، طبعا طلعت شويه اتمشى على البحر، طبعا الجو هنا جميل جدا وفوق الممتاز. ده طبعا شاطئ الابيض في بلو بيتش، طبعا قريه بلو بيتش هصورها لكم برده في مره تانية ان شاء الله. قريه بلو بيتش من احلى القرى اللي موجوده في مرسى مطروح، اللي تقدري برده انت واسرتك تطلعوا تصيفوا فيها. قرية بلو بيتش جميلة جدا جدا في مرسى مطروح، وده طبعا شاطئ شاطئ القرية زي ما احنا شايفين كده، في ناس كتير جدا قاعدين على الشاطئ، والجو الحمد لله هنا ممتاز واكتر من رائع. بحاول اصور لكم يعني المنظر كله على قد ما اقدر يعني، وياريت يا حبايبي لو الجولة دي عجبتكم متنسوناش في اللايكات والشير والسبسكرايب، عشان ان شاء الله يوصل لكم مني كل الفيديوهات كل الاشعارات بالفيديوهات اللي بنزلها على طول على القناه اول باول، وتكونوا انتوا اول ناس بتشوفوها على طول على القناه. اتمنى يا رب يكون جو مرسى مطروح بيعجبكم، ولو عجبكم قولوا لي برده انزل لكم ايه تاني في قسم التعليقات، قولوا لي عايزين انزل لكم ايه تاني او اصور لكم ايه تاني في مرسى مطروح للناس يعني اللي راحت قبل كده مرسى مطروح. وانا ان شاء الله هحاول اصوره لكم وانزله على القناه. اهم حاجه حبايبي اللايكات والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم مني كل الفيديوهات على طول اول باول، وتقولوا لي برده في التعليقات ايه رايكم في الفيديو بتاع النهارده ده، عجبكم؟ والشقق المصيفيه دي طبعا شقق مصيفيه الايجار اليومي، لو عجبتكم يا ريت برده تقولوا لي في التعليقات. شقق مصيفيه بتطل على البحر مباشره في مرسى مطروح، شقق مصيفيه جميله جدا وفوق الممتازه. وده طبعا زي ما قلت لك قبل كده شاطئ قريه بلو بيتش، اسمه تقريبا شاطئ الابيض حاجه زي كده يعني، طبعا برده من احلى الشواطئ اللي في موجوده في مرسى مطروح. وانا برده صورت لكم قبل كده شاطئ عجيبه، برده من احلى الشواطئ اللي في مرسى مطروح. اتمنى يا رب يكون الجو ده عجبكم، واسيبكم بقى تتفرجوا شويه على الشاطئ الجميل دوت بتاع القرية. اشوفكم يا رب بألف صحة وخير ان شاء الله في فيديو جديد على قناة عالم منوعات. مشاهدة ممتعة.
تاني